يحتل كوكب المريخ المرتبة الرابعة من حيث البعد عن الشمس في نظام المجموعة الشمسية، وهو كوكب صخري، ويطلق عليه العرب اسم المريخ، ومعناه ذو البقع الحمراء. ويقدر قطر المريخ ما يقارب 6800 كيلومتر مربع، وهو مشابه بشكل كبير لقطر كوكب الأرض، وهو ثاني أصغر كوكب بعد كوكب عطارد، ويقدر مساحته بربع مساحة الأرض، ويدور حول الشمس بمعدل 228 مليون كيلومتر، أي حوالي 1.5 مرة من المسافة التي تفصل بين مدار الشمس والأرض. ويوجد لديه قمران، الأول اسمه فوبوس ومعناه الخوف، وديموس معناه الرعب. يعتقد بعض العلماء باحتواء كوكب المريخ على كمية من الماء قبل 3.8 مليار سنة، وهذا ما جعل فرضية وجود حياة على كوكب المريخ متداولة، وأيضا بسبب وجود جبال مشابهة بشكل كبير لجبال كوكب الأرض، وويديان ممتدة وفيه بركان يعتبر من أكبر البراكين في المجموعة الشمسية، ويطلق عليه اسم أوليمبس مونس تيمينا، ويقع في جبال الأوليمب، وتبلغ درجة حرارته 27 درجة مئوية، ويتكون غلافه الجوي من ثاني أكسيد الكربون والأراغون وبخار الماء والنيتروجين. وهناك بعض العلماء يعتقدون أنه ما زال جنينا غير كامل. أقمار كوكب المريخ: القمر فوبوس، وهو عبارة عن قطعة صغيرة الحجم غير منتظمة، يبلغ طوله 21 كيلومترا مربعا، ويدور حول المريخ بمحور كل 7.7 ساعات، ويكون شكله على شكل هرم، ويوجد فيه فوهات متفاوتة القدم، ويوجد عليه حزوز وسلاسل تخرج من الفوهات الصغيرة، ويطلق عليها اسم ستيكيني، والذي يبلغ قطره 10 كيلومترات، ويدور حول المريخ بشكل أسرع من دوران المريخ حول نفسه. القمر ديموس هو عبارة عن قطعة صخرية صغيرة الحجم غير منتظمة، ويبلغ طوله 12 كيلومترا، ويدور حول المريخ كل 1.3 يوم، وهو بعيد عن كوكب المريخ، لذلك يزيد طول قطره، ويكون شكله هرمي، ويوجد فيه فوهات متفاوتة القدم. أما عن طبوغرافيا الكوكب الأحمر، ففي الجهة الشمالية من كوكب المريخ يوجد سهول وحمام بركانية، وتقع البراكين الكبيرة على هضبة تارسيس، ويعتبر أوليمبس مون من أشهر هضابها، وهو أكبر بركان موجود في المجموعة الشمسية. أما فيما يتعلق بالجزء الجنوبي من الكوكب، فيوجد فيه مرتفعات جبلية شديدة الارتفاع، وهناك عليها آثار للشهب والنيازك، وتغطي سهول كوكب المريخ بالرمل والغبار وأكسيد الحديد الأحمر، وهناك طبقة رقيقة من جليد المياه، ويوجد فيها أكبر كمية من الأخاديد في المجموعة الشمسية، والتي تصل لمسافة 4000 كيلومتر، وعمقها ما يقارب 7 كيلومترات. وجود الماء على كوكب المريخ: على الرغم من عدم وجود الماء بشكل سائل على سطح المريخ بسبب برودة الغلاف الجوي وسمكه، إلا أن هناك دلائل ومؤشرات وجدتها الروبوتات تبين أن المياه السطحية السائلة كانت موجودة في وقت سابق قبل مليارات السنين. ومن الأمثلة على وجود الأخاديد وقيعان البحيرات الجافة وشبكات الأنهار، ويعني وجودها أن الغلاف الجوي للمريخ كان في الماضي كثيفا، وكان قادرا على حفظ الحرارة التي من شأنها السماح للمياه بالبقاء في حالتها السائلة وسريانها على سطح الكوكب. في المقابل يوجد طبقات من الجليد تحت سطح الكوكب وتحت القمم الجليدية القطبية، وفي حال ذاب الجليد سيغطي الماء سطح الكوكب بعمق يتراوح بين 20 إلى 30 مترا. الرحلات الفضائية إلى كوكب المريخ: بدأ الاهتمام باكتشاف كوكب المريخ منذ 60ات القرن الماضي، حيث قامت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والهند بإرسال العديد من البعثات الفضائية لاكتشاف الكوكب والتجول فيه، إذ قاموا بإرسال الروبوتات إليه أكثر من أي كوكب آخر،
وقاموا بإطلاق حوالي 45 بعثة منذ عام 1960، لكن فشلت حوالي 26 مهمة تنوعت بين فشل بعضها في مغادرة كوكب الأرض، وبعضها الآخر احترق في الطريق، وبعضها تحطم على سطح كوكب المريخ، وجزء منها توقف على طريقه للكوكب، وبعض منها فشل في العثور على مدار الكوكب. ومن أول المهمات الناجحة في وصولها إلى الكوكب الأحمر والتحليق حوله هي مارينز 4 التابعة لوكالة ناسا، والتي تم إطلاقها عام 1964، وهي مماثلة للمهمة مارينز 3 التي لم تنجح في الوصول بسبب خطأ فني فيها. تعد المركبات ذات العجلات التي تحركت على سطح المريخ هي أفضل المركبات التي استخدمت في المهمات الفضائية، مثل مركبة كوريوسيتي التابعة لوكالة ناسا، والتي حطت على فوهة جيل عام 2012. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.